السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. 24/4/2020 عندنا اول بطولة هي الدوري الانجليزي الممتاز الاسبوع 33، مباراة بين نورتش سيتي وبرايتون ميعادها الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت القاهرة، 2:30 بتوقيت السعودية أو مكة المكرمة، الأسبوع 33 من الدوري الإنجليزي. القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 2 والقنوات الأخرى التي أمامك. ليستر سيتي هيلعب أمام كريستال بالاس الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر، الساعة 5 بتوقيت السعودية. القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 5 وهناك ثلاث قنوات أخرى. مانشستر يونايتد هيلعب امام بورنموث الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر، الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية. القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 2 والمعلق حفيظ الدراجي وقناتين اخريتين. ولفرهامبتون هيلعب امام ارسنال الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر، الساعة 7:30 بتوقيت السعودية. القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 1 وبين سبورتس اتش دي 2 والمعلق جواد بدة. تشيلسي هيلعب امام واتفورد الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية. القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 1 وبين سبورتس اتش دي 2 والمعلق محمد بركات. الدوري الاسباني الاسبوع 34، سيلتا فيجو هيلعب امام ريال بيتيس الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 3 وثلاث قنوات اخرى. بلد الوليد هيلعب امام ديبورتيفو الافيز الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت السعودية. طبعا باقي التوقيتات في اخر الفيديو يا جماعة، ماشي، باقي توقيتات دول اخرى في اخر الفيديو. الاسبوع 34 زي ما قلنا، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 3 وباقي وهناك ثلاث قنوات اخرى. غرناطة هيلعب امام فالنسيا الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية. القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 3 والمعلق احمد عبده وقناتين اخريتين. الدوري الايطالي الاسبوع 30، يوفنتوس هيلعب امام تورينو الساعة 5:15 مساء بتوقيت مصر، 6:15 بتوقيت السعودية. القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 4 والمعلق حسن العيدروس وقناتين اخريتين. ساسولو هيلعب امام ليتشي الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت السعودية. القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 4. لاتسيو هيلعب امام ميلان الساعة 9:45 دقيقة مساء بتوقيت مصر، 10:45 دقيقة مساء بتوقيت السعودية. القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 4 والمعلق علي محمد علي. الدوري البرتغالي الاسبوع 30، فيتوريا سيتوبيل هيلعب امام باكوس دي فريرا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، 7 بتوقيت السعودية. القناة الناقلة سبورت تي في 1 وسبورت تي في 3 البرتغالية. بورتمونينسي هيلعب امام فيتوريا غيماريش الساعة 8:15 مساء بتوقيت مصر، 9:15 بتوقيت السعودية. القناة الناقلة سبورت تي في 1 وسبورت تي في 3 البرتغالية. بنفيكا هيلعب امام بوافيستا الساعة 10:15 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء 11:15 مساء بتوقيت السعودية. القناة الناقلة هي فري سبورت اتش دي. سبورتنج براغا هيلعب امام ديسبورتيفو افيس الساعة 10:30 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء والنصف 11:30 مساء بتوقيت السعودية. القناة الناقلة سبورت تي في 1 سبورت تي في 3 البرتغالية. دور البطولة الانجليزية، ديربي كاونتي هيلعب امام نوتنغهام فورست الساعة 1:30 مساء بتوقيت مصر، 2:30 بتوقيت السعودية. القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 6 والمعلق باسم الزير. بلاك بيرن روفرز هيلعب امام ليدز يونايتد في الاسبوع 41 من دوري البطولة الانجليزية الساعة 4 مساء بتوقيت مصر، 5 بتوقيت السعودية. وفي نفس التوقيت هيلعب كل من برنتفورد هيلعب امام ويجان اثليتيك، فولهام هيلعب امام برمنغهام سيتي، هيدرسفيلد هيلعب امام بريستون نورث اند، لوتون هيلعب امام ريدينج، ستوك سيتي هيلعب امام بارنسلي، بريستول سيتي هيلعب امام كارديف سيتي. واخير اخر بطوله عندنا كاس المانيا، عندنا مباراه بين باير ليفركوزن امام بايرن ميونخ في النهائي كاس المانيا، المباراه ميعادها الساعه 8 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت السعوديه. قنوات كتير قدام حضرتك هقولهم عليك: اي ار دي داس اس ارستا، سبورت تي في 2 البرتغاليه، سمارت سبور 1، لاكيو تي في، سيرفاس تي في اتش دي، سبورت سكاي سبورت 1 جيرماني، بي تي سبورت 1 اتش دي، فيا سبورت، فيا سبورت 1 اتش دي نورج. وهناك قناه ليبيا سبورت الرياضيه ممكن تذيع على تردد نايل سات وعلى تردد ايضا
عرب سات او مش عارف بالظبط، او نايل سات وحاجه كمان. عامه التردد هو، وده تردد قناه ليبيا الرياضيه على النايل سات 11766 افقي، وهناك تردد اخر على النايل سات وهو 11765. اما بالنسبه على القمر عرب سات وهو 11721 عمودي، وطبعا معدل الترميز في كل الحالات 27500. متابعي الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، قدمنا لكم مواعيد مباريات اليوم السبت 4/7/2020. طبعا الفيديو طويل شوية، ولسه كمان بعد ما خلص الفيديو باقي مواقيت الدول، توقيتات الدول. نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى. اشترك في القناة وفعل زر الجرس على لايك الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الفيديو بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفرنسا وألمانيا. بالنسبة لتوقيت العراق وبلاد الشام والبحرين واليمن والسعودية والكويت وقطر، من فضلك أضف ساعة، يعني الساعة 2 هتكون الساعة 3. توقيت الإمارات وعمان أضف ساعتين، يعني الساعة 2 هتكون الساعة 4. توقيت المغرب والجزائر وتونس وإنجلترا قلل ساعة، توقيت الساعة 2 هتكون الساعة 1. توقيت جرينتش وموريتانيا قلل ساعتين، الساعة 2 هتكون الساعة 12. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.